بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت الجهات المعنية المصرية بالتنسيق مع أعيان وعواقل المنطقة الغربية الليبية في تحرير المصريين الستة المحتجزين في ليبيا، وأصبح المصريون الستة المحررون في ليبيا في مكان آمن، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتهم من ليبيا إلى أرض الوطن. وتوجه مصر الشكر لكل من أسهم في تحرير المصريين الستة، وفي مقدمتهم الجيش الليبي وأعيان وعواقل مدينة الزاوية ورئيس لجنة مكافحة الهجرة في البرلمان الليبي.